صحيفة إماراتية تكشف بنود المبادرة الجديدة لإنهاء الحرب في اليمن وموعد التوقيع، فلنشاهد التفاصيل. كشفت صحيفة إماراتية عن ترتيبات أممية لعقد ما يطلق عليه اجتماع أزمة بين الحكومة الشرعية والحوثيين خلال الأيام المقبلة، وذلك للتوقيع على المبادرة التي طرحها المبعوث إلى اليمن مارتين جريفيث لوقف الحرب في عموم المحافظات اليمنية وإطلاق عملية سلام واسعة. ونقلت صحيفة العين الأخبارية عن مصادر مطلعة أن المبادرة الأممية تحتوي على عدة بنود، أبرزها تثبيت وقف إطلاق نار دائم باليمن واتخاذ خطوات بناء ثقة تتمثل في إطلاق المعتقلين والأسرى وفتح الممرات الإنسانية ودفع المرتبات والانتقال بعدها إلى مفاوضات السلام السياسية الشاملة بمشاركة مختلف الأطراف. وتحظى المبادرة الأممية بدعم واسع من قبل المجتمع الدولي وسفراء الدول 18 باليمن، والذين كثفوا تحركاتهم مجددا للضغط على طرفي النزاع اليمني للقبول بها. وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتين جريف أعلن اليوم الجمعة تقديم خارطة طريق قابلة للتنفيذ للأطراف اليمنية لتحقيق السلام في البلاد. كذلك في إفادة قدمها جريفيث خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بشأن الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، وأوضح أنه تم تقديم خارطة الطريق قابلة للتنفيذ والأمر متروك لمن يمتلك السلاح والقوة وإمكانية اتخاذ القرارات لتحقيق ذلك، لافتا إلى أن مسودات الاتفاقيات التي يتم التفاوض عليها مع الأطراف ستضع اليمن في بداية مسار إعادة الأعمار والتعافي والمصالحة. وأعرب عن شعوره بالإحباط إزاء الموقف العسكري الذي يدعو للقلق الخاص، مضيفا أنه مصدوم من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي والخطوات اللاحقة التي اتخذت حكما ذاتيا في محافظة الجنوب.